Hello, you're watching the news from Bahrain International. I'm Samer Ajawi. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, met remotely with a number of outstanding students from the public and private sector. He conveyed to them the congratulations of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also underscored His Majesty's support to education. His Highness congratulated the graduates who have made exceptional achievements despite the challenges imposed by the coronavirus pandemic. He expressed pride in them and their academic achievements, expressing hope that they would further the development of the kingdom in all fields. His Highness Sheikh Nasser noted that the kingdom relies on its students to further build on the kingdom's achievements, emphasizing that the future of Bahrain depends on its students. For their part, the students expressed thanks and appreciation to His Highness Sheikh Nasser, stating that his words of encouragement will motivate them to continue making more academic achievements. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. وفي البداية الحقيقة يعني أهنيكم على هذا الإنجاز اللي قمتوه، إنجاز عظيم تشكرون عليه. ويعني كانت الحقيقة رحلة العمر الواحد اللي يمكن يقدر يوصفها. كفيتوا ووفيتوا في يعني اجتهادكم الحقيقة اليومي، لأن النسب ما شاء الله هذه أمامي أشوفها نسب عظيمة، لكنها باينة أنها هي يعني اجتهادات بشكل يومي وكل ساعة. فأعرف أنكم أنتم يعني فرحانين وفخورين بإنجازكم، واللي أكد لكم عليه أهاليكم وقيادتكم فرحانين أكثر. فالحقيقة اليوم أنا أشوفكم وألتقي بكم شخصيا وأشوفكم وجها لوجه، يعني تعرفون أنا كنت طالب مثلكم ومرينا في المرحلة الدراسية، وأعرف المرحلة اللي أنتم مريتوا فيها كيف هي مرحلة الحقيقة يعني جوهرية في حياتكم، هي المرحلة الرئيسية في حياتكم. الحين اللي يفرق بين المجتهد والغير مجتهد وهو اللي يرى هذه المرحلة نقطة النهاية، أما أنتوا لازم تشوفون هذه المرحلة نقطة البداية، لأن لازم تعرفون سيدي جلالة الملك الله يطول عمره قبل كل شيء يوصل لكم تحياته ومباركته واعتزازه وافتخاره بكم، وحملني هذه المسؤولية أن يوصل لكم إياها مباشرة. بس بعد الله يطول عمره أعطانا دروس الملك الله طول عمره في مسيرته في حكم مملكة البحرين طوالها 20 عام وأزيد الحمد لله، وإن شاء الله السنين المديدة فيها الأعوام المزدهرة. علمنا أمور كثيرة، علمنا أن طلب العلم والطموح وحريتنا كشعب بحريني هذا حق علينا كلنا وواجب للوطن تجاه المواطن. فأنتوا اليوم أرجوكم كأخ عزيز يحب شعب وشاب مثلكم، أقول لكم شيء واحد، طموحكم لا يوقف عند حده. أبيكم كل يوم تتخيلون أنفسكم في المكان المستقبلي اللي أنتوا تطمحون له، وهذا الخيال بيوصلكم للحقيقة. لكن إذا أنتوا مشيتوا بشكل يومي بدون هدف، ما يسمونه بالإنسنتف اللي أنتوا تشوفونه أمامكم، قد تكون المسيرة تبين عليها طويلة. ولكن لو حلمكم وطموحكم وحرية اختياركم وين تبون تكونون في المستقبل، بتشوفون الطريق يمشي بسرعة، بتشوفون أن الفرص موجودة أمامكم، بتشوفون التحديات أمامكم، وأن أنتوا في دولة تدعمكم في هذا الاتجاه. أنتوا اليوم كمتفوقين ترى يعني الدول تبني قوائمها على هالواحد بالمئة. أنا اليوم يشرفني أسميكم هالواحد بالمئة،
لأن الحقيقة يعني مفخرة اللي أنتوا وصلتوا النوعية، يعني لو إحنا جمعنا كل طاقاتكم اليوم وكل قدراتكم وبعدين في شتى المجالات، إيش ظنكم نقدر نسوي؟ نقدر نحقق المستحيل. فبالعزم والعزم والعزم نواصل، وأنتوا في هالعمر هذا اطلبوا العلم، ودائما ما اطمحوا للأفضل، لأن في نهاية الأمر من بيخطط مستقبلنا إلا إحنا. ترى يعني اليوم الدولة اللي تسقط هي الدولة اللي ما فيها صف ثاني وثالث ورابع وأجيال تتلو هذه الصفوف ويبنون مستقبلها. فأنا يعني الحقيقة فرحان جدا أني يعني أقف أمامكم الآن وأعطيكم جزء من النصائح، لكن أنتم أذكياء عباقرة ما تحتاجون إلى نصيحتي ولا تحتاجون إلى يعني كلام ما هو جديد عليكم، لكن أنا كلامي اليوم أمامكم أوصل أمانة جلالة الملك لكم، وفي نفس الوقت أقول لكم أن أنتوا اليوم محظوظين أنكم في بلد الفرص، بلد الخير جاية، وبلد ولله الحمد متفوق بشعبه، فكل شيء موجود. وأرجوكم أرجوكم لا تستسلمون، لأن اليوم إحنا نمر في صعوبات كثيرة وأنتوا شايفين، والصعوبات هذه لها تبعات كثيرة مالية اجتماعية واقتصادية ويعني بيئة وكل هالأمور هذه، ولكن الشيء الزين أن الناس اليوم ولا الدول بتحتاج الناس اللي نفسكم تبتكر الحلول وتطالع المستقبل وتطالع كيف أن إحنا اليوم ننمو بحيث أن إحنا يعني نحقق المطلوب. فأتمنى أن كلامي ما كان طويل عليكم، ولكني كنت أتمنى أني أشوفكم شخصيا، وأنتوا عارفين الظروف اللي إحنا نمر فيها، ولكن في نفس الوقت أنا متحمس أني إن شاء الله أشوفكم في السنوات القادمة، متحمس أني أشوفكم إن شاء الله تزدهرون وتنجزون. أسماءكم هذه، شوفوا هالورقتين هذه اللي قدامي، هذا هم أسماءكم، وأنا متأكد أنها بتمر علي مرة مرتين وعشر، وبنتابعكم وبنشوف وين تقدمكم، وبعدين في نهاية الأمر أنا عندي لكم وصية واحدة، لا تنسوا أن عندكم أخ اسمه ناصر بن حمد موجود لتذليل الصعاب أمامكم، لأن أنا عندي سند اللي هي قيادتنا الرشيد الله يطول عمره. فإحنا اليوم استثمارنا الحقيقي فيكم أنتم كمواطنين، اليوم اللي طالع الاستثمار في سلعة تبيعها الدولة، تبيع تجيب للدولة هالكثر، هذا مو باستثمار حقيقي، لكن استثمرت في الشخص واستثمرت في شخص معدنه من ذهب، هذا العائد الحقيقي للبلد. وقبل لا أنهي كلمتي أبيكم تفكرون في شيء واحد، أبيكم تفكرون في طول مسيرتكم وأنتم ماشيين للأمام، وأنا متأكد أن ما بتحصلون أي صعاب إن شاء الله، لأنكم أنتم النوعية اللي ما توقفكم أي صعب، لكن أبيكم تفكرون في شيء واحد بسيط لكنه صعب الواحد يحل هذه الفورمولا، إن أنت كيف تسخر قدرتك، كيف تسخر عقلك، كيف تسخر خيالك لخدمة هذا البلد. روحوا استفيدوا، ادرسوا، اشتغلوا في الخارج، اشتغلوا في الداخل، لكن في نهاية الأمر أنتوا يا الواحد بالمئة إيش تقدرون تسوون حق الباقي 99%؟ إيش تقدرون تسوون حق هالبلد؟ وكيف إن هذا البلد اللي رباكم واحتضنكم وأمنكم إيش يستاهل منكم؟ فهذه أنا حربي اليومية، هذه المعركة اللي أنا أدخلها كل يوم، أصبح الصبح لين ما أنام. وأأكد لكم شيء واحد، إني قبل لا أنام الحمد لله أكون فرحان أني أنجزت شيء واحد،
فأبيكم كل يوم تحسون هالإحساس، ما أنام الليل إلا على الأقل عندي رضا النفس أني أنجزت شيء يساعد إن شاء الله في خدمة البلد وخدمة ناسنا ورفع أسامي أهالينا، رفع أسامي أمهاتكم وأبهاتكم وأخوانكم أخواتكم اللي شافوكم تمرون في المسيرة هذه. يعني تحية، ونرفع عقلنا ونأدي لهم التحية، أهاليكم اللي ربوا ناس مثلكم. أنا فخور 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 بكم، ولا أبي أطيل عليكم هذا الكلام، وبنتلاقى إن شاء الله أكثر من مرة. الله يوفقكم، ومشكورين ألف شكر على هذه الخدمة اللي قمتوا بها، والله يوفقكم إن شاء الله. تحياتي ومحبتي وتقديري لكم، فمان الله. The World Monument Fund has unanimously elected the president of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities, Sheikha May bint Mohammed Al Khalifa, as member of its board of trustees, the first Arab personality to reach such a designation. The New York-based World Monument Fund said that Sheikha May's membership of the board of trustees will significantly support its efforts to protect and preserve unique cultural sites around the world and the communities surrounding them. Sheikha May extended thanks to the World Monument Fund's President and Chief Executive Officer, Benedict Du Montlaire, for her election to the important post, stressing that Bahrain boasts a distinguished expertise to participate effectively in international efforts aimed at enhancing the status of material cultural heritage and cultural sites, particularly in the midst of the serious challenges the world is currently facing. Her Royal Highness Princess Sabiha bint Ibrahim Al Khalifa, wife of His Majesty the King and Supreme Council for Women President, deputized the Supreme Council for Women Secretary General Hala Al Ansari to participate in the International Forum on Women's Entrepreneurship and Empowerment of Women held by the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization at its headquarters in Rabat, Morocco, under the slogan, Women's entrepreneurship is a key and promising factor in the future of sustainable development. Taking part in a remote session with the committee between the Supreme Council for Women. In her speech, Al Ansari said that the Supreme Council for Women in the Kingdom of Bahrain, headed by Her Royal Highness, the wife of the King, presented during the critical circumstances imposed by COVID-19 pandemic a number of immediate solutions to address the emergency repercussions on women, including the segment of Bahraini women entrepreneurs. She also revealed that the Council's national program will focus during the next stage on intensifying the policies and measures based on the sound outlook for the future, in preparation for and absorption of any emergency circumstances. Al Ansari stressed the importance of the Entrepreneurship and Women Empowerment Forum, which is held in the context of the celebration of the International Day of Small, Medium and Micro Enterprises, and comes at a time when the world continues to fight its battle to defeat the COVID pandemic, including human and economical losses. The Public Health Department at the Ministry of Health continued its intensified inspection visits to follow up on the facility's compliance to the implementation of recent stipulated precautionary measures to address the coronavirus pandemic. Inspectors from the Food Control Department conducted inspection visits that included 233 restaurants, cafes, during which necessary measures were taken against 31 of them, and their violations were referred to legal authorities. The ministry affirmed intensifying awareness of campaigns for the precautionary measures as instructed by the National Task Force for Combating the Coronavirus and the concerned authorities to ensure their implementation. During the inspection visit, some stores were notified about their deficiencies in implementing some measures, and they were immediately corrected by the owners of those stores. The national vaccination campaign continues to witness a wide turnout of citizens and residents. The Ministry of Health announced that 1,049,228 had taken the first dose of the vaccine, while 944,093 had taken the second dose. The ministry renewed its call for the community to commit to all precautionary measures and take the initiative to register for the coronavirus vaccination. And the Ministry of Health said today that the number of active coronavirus cases reached 5,314, with 824 recoveries and 298 registered new cases,
while there were 4 deaths reported. 153 of the new registered cases are expatriates, 142 are contacts of active cases, and 3 are travel-related. The ministry expresses its heartfelt condolences to the families of the deceased and urges everyone to comply with the guidelines issued by the National Task Force for Combating the Coronavirus.